اخوان السلام عليكم، كي دايرين؟ الصحه بخير، كلشي مزيان في امان الله. مرحبا بكم معنا ومرحبا بيا معكم في هذا النهار هذا بعد غيبه طويله. الصراحه والله راني توحشتكم، هادي شحال ما حطيت شي فيديو ميامات بروجيات ديال الفرصه، ولكن دابا الصيف جا، الصهد جا، الاجواء الصيفيه راكم عارفين، غادي نبدلو شويه، غادي نرجعوا شويه لي فلوغ، شويه للدوران، شويه المساريه، المهم على حسب شنو جاب الله. دابا هاد الساعه راني في الباديه، راه حنا في المزرعاتي السعيده، دونك ضروري ندير لكم شويه الفيديوهات ان شاء الله. نحاول نصور ما امكن الحاجه اللي طحت فيها كتبان لي فيها شي افاده ولا شي حاجه انا كنصور فيها. دونك هذا غادي يكون كمقدمه ديال اول فيديوهات ان شاء الله غادي ندير اليوم، غادي يكونوا ان شاء الله خاصين في الباديه. دابا راني في الدار، ها هي الدار مرايا، الجو ما نقول لكم شرا فايتة، واحد 40 الحراره الفوق. انا كاسكيطه والفوطه غادي نهبطوا نتبردوا شويه، لان هذه الحراره ما يمكنش تخرج، خصك قرعه د الماء بيدو، خصك شي خابيه د الماء تلح فيها، لان الصهد بزاف، الحراره مجهده بزاف. دونك الارض انتم كتشوفوا تبارك الله دابا كلشي صفر، داكشي اللي خضر حيت السقا، ما عندك ما دير، الاجواء الربيعيه مشات صافي. واخا دابا حنا شهر خمسة، دابا ما كاين غير الحصاد. نعم سيدي كلشي كيحصد. راني صورت شي شويه هنايا هاد الارض اللي هنا، الارض هذه ارض ديالنا حدايا، اللي حدانا من هاد الجهه حصدوها وداروا البال ديال التبن لتحت، مازال واحد الطرف مازال لتحت، كاين واحد الماكينه راه كتحصد لهيه، عاد تسمع الصوت ديالها. المهم نهبطوا لتحت، نهبطوا للواد، نهبطوا التبارد، خليكم معايا ونشوفوا شنو كاين. يلا ما تمشيوش بعيد. يا بسم الله، احنا خارجين هوادين، حلو الباب. واحد الكلب هنا ديما كيخرج فيا هاد النهار، نشوفو راه ما كاينش، ها كنبان ليه كيجي. الكلاب ديال العروبيه راه صعابين، كلاب بلديين. هذا هنا واحد الكوري، هنا كوري، نقولو كوري عشوائي ماشي كوري بجد. ما كاين دابا حتى حاجه لداخل، ولكن المهم حنا كنجيو لهنا. هذيك الارض الفوق راهم كيستفو فيها التبن، راه التبن مدرق بالسدره. حنا غادي نهبطو الى الاسفل، انا نشد لكم شويه. حنا الدار ها هي، دابا الدنيا مكارفصه مع هادشي هذا ديال الربيع ديال سميتو، لان تقريبا دي شي 6 شهور اتشمن، تقريبا مشي شهر 10 ما خرجنا لهنايا، فاش جينا جبرنا الدنيا ولات كي الغابه. هادشي كيكبر ملي كتكون ساكن، هادشي كتصوبو كتقادو، هادي من الحوايج اللي نقولو ماشي المساوئ د العروبيه، خصك تكون قريب مره مره تخرج تقاد. حنا سيمانه هادي تقريبا شي 5 ايام ولا 6 ايام، والخدام كيحش في داك الربيع وكيحيد داكشي، يلاه طبقات الدنيا. هدا البكباك ولا البكبوك ماعرفتش كي البكباك، هدا السدره كينوض هنايا. الدار هادي دورناها بالسياج، اللي تصور في الفيديوهات اللي شاف الفيديوهات شحال هادي ما كناش دايرين الشباك، دونك كل مره كنديروا شي شويه. هذا الشجر هنا الصراحه، هذه شجره ديال الزفزوف، الصراحه ما بقيتش متبع معاه، لان كنت غيبت مع كورونا وداك الشيء تقريبا شي عامين، وشي ما خرجتش صافي، الدنيا ضاعت.
حتى الا ما تبعتيهش كيمشي. حنا نهبطو فهاد الحدوره جايه قاصحه شويه، دابا كتجيك ساهله في الهبوطه، ولكن ملي تجي طالع ناري ناري كيطيحوا لك الركابي. انا وصلت تقريبا لتحت، هي الارض هذه، ارض واحد العام كنزرع درت فيها الفول، طلع يا سلام. دابا خاصها تنقى وخاصها تصوب فيها الحجر وتكاد وداكشي. هاد الزيتون هذا دي تا هو خصو شويه ديال الطاليه باش يتقاد الدار، راها الفوق. نطلع لكم الفوق شويه، فين هي الدار الفوق؟ اه هذيك الدار الوسطانيه قديمه ديال الجد، 1926 قديم. هنايا الارض هانتوما كتشوفو، هادي قلت لكم راه تحصدت، هادي مازال كنسيل الماكينه د الحصاد تجي لهنا باش تصور قريبه، لان كانوا كيحصدو من جهه اخرى، لكني ما صراحه ما قديتش نخرج في داك الحراره، حراره مجهده بزاف كتطنطن. هادي فارينه، هادي قرب لكم، كاين الزرع فارينه الشعير، هادي الله اعلم. الور الكوتاكوت، قلت لكم الكوتاكوت راه دايز هنايا، ها هو ده. اه ما كتصورش مزيان، تقريبا ما اكثر من ساعه وانا كنصور. السلام عليكم، اكثر من شي ساعه وانا كنصور، فتالي كنكتشف ان كنت كنصور في الخوا، دار لي اسباس انديسبونيبل وكيصور في الخوا، هو كيبان لي كيسجل وما كيسجل حتى شي حاجه. والمهم دونك دابا خصني عاد نشوف شنو نقاد. كنت كنصور الكوتا كوت، كنصور لاستالاسيون وهادشي، دابا جات الماكينه ديال الحصاد دايره الصداع بزاف، ما يمكنليش نكمل التصوير هنايا، غادي نصوروا شي حاجه اخرى حتى نقاد هذا المشكل هذا ونكمل لكم. ولكن بما انا في عروبيه، يعني كنت باغي نصور الحصاد، تبن راني صورته، نصور لكم شويه البحاير لهيه لهيه. الناس اللي كيتبعين القناه راه عارفين تما كاين واحد الفيرمه ديال الخوخ والشهديه، انا غادي نمشي ليها دابا. الشهديه راها وجدت، يلاه جناوها هذه، واحد ما كاملاش سيمانه جناوها، 3 ايام 4 ايام ضربوا داك الارض كامله جناوها، ما بقى فيها دابا حتى شي حاجه، مازال شي حاجه قليله وصافي. حنا غادي نمشيو تما ونشوفوا شنو كاين. الحراره ما نقول لكمش، عرفتي شويه دير تشمشت، يدي تشمشت، راه فايت 40 هذا النهار هذا، ولكن معليش باش نصوروا لكم، واخا تكون الله يجعلها تكون حتى 50 د الحراره، معليش حنا نهبطوا ونصور. ثالثه نقيزه في الواد وتبريده، بريده 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 اللي قالوا وجاده، صنعها شي بريده النيس دابا. دونك انا غادي نشوف هنا، راه تبارك الله الطبيعه والدنيا غزاله، العروبيه من اجمل ما يكون. انا راه كنت قلت لكم شحال من مره، الصراحه ما كرهتش، كنجبرت نسكن هنا والله ما نكره، ولكني غادي نتعدى على الوليدات وكذا المدرسه وداكشي، لكن ما كرهتش الصراحه، نسمح في كل شيء ونجي نجلس هنا حتى مشكل. لكن انت كتبغي العروبيه وكتبغي التراب وكتبغي هذا الشيء هذا، ما عندكش مشكل، اما الا كتبغي الزاز وكتبغي تقاصر هو هنا. ما نستغناوش على التكنولوجيا الصراحه، ما نستغناوش على الانترنت، حيد كل شيء وخلي لي انترنت، انترنت ضروري باش نبوستيو غير هذا الفيديو، خصني نرجع للدار. ماكينه راها كتحصد، انا ندور لكم عاوتاني هكا، ما عرفتش واش كيبان ليش ليكرون في الشمس، تقدر تكون راها كتبان، ما عرفتش. هادي فارينه تبارك الله راها مقرمله، هادي لهيه كانوا كيحصدوا البارح، راه كيبان غير البال ديال التبن، ما عرفتش يبان لكم مزيان دابا مع الشمس، البال ديال التبن خير وبركه. غادي نزيدو، خليكم معنا، انا مازال غندير لكم نهضر لكم على الحصاد شنو هي، بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش، اما الناس اللي عايشين هنا في العروبيه والفلاحه راه كيعرفوا اكثر مني، انا غير ماشي متطفل، انا غير كنحاولوا يعني المساعده ما امكن وصافي. حتى حنا كنتعلموا كما كنتعلموا حتى حنا من الخوت، والانسان الا قلت شي معلومه غلطه صحوها لي، الناس اللي هما كيفهموا في الفلاحه حتى حنا نزيدو نتعلموا منكم،
الانسان كيزيد كيتعلم. انا مازال كنقلب وكنحاول نتعلم الفلاحه لان ما كنفهمش فيها بزاف الصراحه يعني، وما كاينش اللي غادي يوريك بالسهل. انا كجبرت شي فورماسيون في الفلاحه ا ديسطونس وكدرتها. هادي كتشوفوا هي دي الفيرما ديال الشهديه، هذا ما بقاش فيه. هنشوف شي شجره فيها، هنشوف شي شجره فيها الشهديه ونصورها لكم. فين هي؟ هادي فيها شي وحيدات. غنقلب الكاميرا، خصني نطفي ونقلب.